تفضل فرج ابو الفرج تفضل. خير في ايه يا محرز؟ اتصلت بيا وجايبني على ملا وشي في ايه؟ اقعد بس خد نفسك. بقول لك ايه، انا عايزك تخلصني من الفيلا دي من الاخر كده. انا عايز مراس جدي. مراس جدك؟ هوبلس كيس هوبلس كيس. كل الفلوس اللي يملكها جدك في البنوك اتبرع بيها خلاص للفقراء والمساكين واليتامى. انت لا تملك الا الفيلا دي فقط. يعني جدي خايف على الايتام العفاريت ومش خايف عليا انا؟ طب بقول لك ايه، انا عايز اي فلوس، بيع الفيلا باي فلوس خلصني. هوبلس كيس هوبلس كيس. الفيلا اساسا وقف. يبقى معمول لها عمل. الموضوع ده بقى سيبهولي انا، انا هفكها. عمل ايه يا استاذه؟ عمل ايه؟ وقف يعني لك حق الاستغلال فقط في هذه الفيلا، وليس لك حق التصرف فيها سواء بالبيع او الشراء. طب ممكن الاستبدال؟ يا روبا بيك يا روبا بيك، جايين نبيعها يا هانم؟ وانا اللي قلت عندنا مرحله الفقر وهننضف، قال على راي المثل ورثنا عشان نستريح، طلع المرحوم مقيح. ما حدش مقيح الا انت امك. انا مش عارف استحمل العفاريت دي ازاي. ايه ده؟ هو انت فاكر انك هتستحمل في الفيلا دي حتى يوم واحد؟ اذا كان عليا انا عايز امشي دلوقتي والله. تمشي تروح فين يا محرز؟ انت لك مأوى؟ وبعدين بتكلم مين؟ بكلم العفاريت ياما، جوز اسم الله عليه عقبال الحبايب، اتجنن وبيكلم نفسه. اتجنن؟ ده سوق سمعة الجنان اساسا. دي جينات وراثيه من الجد الاكبر، هيورثها لحد اصغر واحد. يا ملك بختك يا بسيمه. اهلا واشوف العفاريت دول يا محرز. كنت هتعملي ايه يا فصيحه يعني؟ كنت اقطعهم بسنان. مؤنس اسطوره التصوير يوم الاثنين. ايه ده؟ هو انت اشتريت المحل من محرز ولا ايه؟ واشتري ليه؟ ما هو بتاعي اصلا، انا اللي كنت مشغل محرز معايا كده يعني، بس انا ما بحبش اتكلم كتير. بس الناس كلها عارفه ان المحل ده بتاع محرز من ايام جد. عيله محرز كلها لحم كتافها من خيرنا، بس احنا عيله متواضعه شويه يعني. وانت هتصور يوم الاثنين بس بقى ولا ايه؟ ايوه، اصل الهام التصوير ما بيجيليش غير يوم الاثنين بس. لحظه واحده، تليفون. يوه، محرز توشني طول اليوم، ما بيبطلش تليفونات، لازم يستأذنني في كل حاجة، بس أنا ما بحبش أتكلم كتير. طب ما تسمعني كده. أديك هتشوف. أنت ما تردش عليا يا غبي. أصل محرز حاطط طول كون عجيب قوي. أيوه يا الصورة. إيه؟ جاي دلوقتي؟ يا نهار أسود، قصدي يا نهار أبيض، تنور يا الصورة، مستنيك، مع السلامة. انت بتغير اليوفط ليه؟ مش المحل ده بتاعك؟ كان بتاعي بس دلوقتي اجرته، بس انا ما بحبش اتكلم كتير يعني. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ توتي مش جده قالك 100 مره ما تقعدش انت وسوزي لوحدكم؟ في ايه يا سوكي؟ جده ده هو اللي مربيني، جده واثق في اخلاقي. ما مخوفني ان جده هو اللي مربيك. بقول لك ايه، هو انت ما عندكيش اهل يسالوا عليكي؟ انت عارفه يا حبيبتي ان اهلي مسافرين. وبعدين قصدك ايه؟ قصدي يعني مش متخيله عفريته زيك مصاحبه عفريت عايشه معاه في البيت واهلها كده عادي ما بيسالوش عليها. سوكي انا ما بعملش حاجه غلط. ما بتعمليش حاجه غلط؟ امال الصح يبقى ايه؟ ده على اساس انك انت اللي هتعلميني الصح والغلط. توتي لم اختك. سوكي اتلمي. عارفه يا سوكي كلمه زياده وانت مش متصوره هعمل فيكي ايه. يا مامي يا مامي انا خفت قوي، هتعملي فيا ايه؟ لازم تخافي يا حبيبتي. تعالي بيت. لا 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 بس لا 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 ايه ينفع كده برضو؟ ينفع كده؟ انت اخوات. بقول لك ايه، خدي انت 2 جنيه وهي 2 جنيه ماشي، وجيبي كسكارتيه كده والشيبس، انت اخوات وترجعوا الباقي. انت مين ان شاء الله؟ انا سوزي. عفريته برضو؟ طبعا عفريته. امال بني ادمه؟ محرز خير يا عم الامور. سوزي دي صاحبتي. لما هي صاحبتك سيبهم يتخانقوا ليه مع بعضيهم؟ لا ده هم على طول كده ويقعدوا ويبقوا سمنه على العسل، بيبقى ماتش حلو قوي. سوزي ممكن ما تزعليش مني. خلاص حصل خير، وانت كمان ما تزعليش مني. اهو بص. ايه ده؟ دي الصلحه وام وام كده ليه؟ اه ايه ده؟ امال انت فاكر ان احنا هنخلي بني ادم زيك يشمت فينا؟ يا نهار ازرق، كانوا 3 عفاريت هيبقوا 4 عفاريت، هقدر عليهم ازاي دول يا ربي؟ اه هيبقوا 4، خلي بالك الرابعه دي هتوريك الويل. ايوه يا كرباك. جدو انكل ينفع كده؟ انت قاعد هنا سايبنا مع البني ادمين لوحدينا؟ هوبا، انت بتقرا ايه؟
هو انت بتقرا ايه بالظبط يا اونكل؟ انت مش عديت المرحله دي من زمان؟ مرحله ايه دي؟ مجله رياضيه. امال انت بتقول اوبا على ايه؟ على كده. اه ما هو انت عارفاه مدمن كوره. المهم انتوا عايزين مني ايه؟ عايزينك تشاركنا في المصيبه اللي احنا فيها. اونكل انا كرهت الفيلا دي من ساعه ما البني ادمين دول سكنوا فيها. احنا لازم نتصرف بسرعه. شوفوا بقى، لازم ناخد وقتنا عشان نعرف نفكر. عيلة محرز دي نوع جديد من سلالة محرز، انا ما شفتوش قبل كده. دول نوع جديد من البني ادمين اساسا. عشان كده لازم ناخد وقتنا عشان نعرف نفكر ونتكتك. توتي الحق، بيقول لازم نستنى. كويس انه ما قالش نعري راسنا وندعي عليهم. لا 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 لا، ما ينفعش كده يا اونكل. انا شكلي بقى وحش قوي قدام العفاريت صحابي. وانت ليكي صحاب؟ انت ما بتعرفيش حد غيرنا اساسا. لا يا جدو ما تقولش كده، عندها اصحاب موزز. موزز ايه ده؟ معاك ارقامهم؟ قصدي اخلاقهم كويسه يعني؟ ايه عيله العفاريت دي بس اللي وقعت فيها يا ربي؟ استنوا، طيب انتوا سمعتوا عن كتاب طارد البني ادمين بتاع فريتشتاين؟ بتاع فريتشتاين، انت قريته؟ لا ما قريتوش، بس بفكر اشتريه يعني. انا بقى بفكر اجيب عفريتشتاين ذات نفسه. وده هياخد كام يا توتي؟ مش مهمه، كده كده جده شامخ هو اللي هيحاسب. لا احسن ان احنا نجيب الكتاب ونطبق اللي فيه، كده اوفر. الطبعه بتاعت الكتاب خلصت، بيوت العفاريت كلها مسكونه بني ادمين. اوبا بجد يا توتي؟ طبعا، مع عفريت الا بني ادم. احنا عايزين نخلص من البني ادمين وبسرعه لو سمحت. انا عشان خاطرك يا عمر اعمل ايات واحد. مرسي، بس خلصنا بسرعة من البني أدمين دول. انت مرتبطة؟ نعم يا فندم. قصدي يعني مرتبطة بحد من البني أدمين الوحشين دول؟ أيوة، إيه لازمة السؤال ده؟ أنا مؤاخذة يعني. لازمته إن البني أدمين السيس دول دايرين يعلقوا في العفريتات الأمارات ويتجوزوه. أنا لا يمكن أتجوز بني آدم زي محرز ده، ده بيئة خالص، وبعدين ده مش الستايل بتاعي. انت هتجننيني؟ يعني لو استحمى وسبسب لك شعر وهيبقى الستايل بتاعك؟ لا 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 توتي، ممنوع، ما ينفعش تتخانق مع خطيبتك قدام الناس. استنى لما تروحوا وبعدين اشتمها زي ما انت عايز وزعق لها واضربها بالشبشب كمان. لا معلش يا جدو، انا عايز اتف عليها مره واحده بس عشان ريقك ما ينشفش. حاضر. ما قلتلناش بقى العمليه دي هتتكلف كام؟ هتكلف كام؟ مبدئيا كده انا بتحاسب بالراس. ايه هو ده؟ انا شكلي غلطت في الراجل ده. طارد عفاريت ده ولا مقاول ولا ابراهيم عمران ريجيسير؟ انتوا عايزين تطردوا ثلاث بني ادمين، يبقى هتحاسب على كل حته لوحدها. كل حته لوحدها؟ بس كده هنتكلف كتير قوي. عاوز تطرد البني ادمين ادفع. طيب ينفع تطرد لنا ام الخير وبسيم عشان هما صعب قوي، وتسيب لنا محرز احنا نطرده بمعرفتنا؟ طالع ابوك الف الف مبروك نورتونا. معلش يا جماعه المحل صغير ومش هيسعكم كلكم، استنوا بره لو سمحت. استنوا بره يا جماعه، معلش استنوا بره. يلا اعملوا معروف، استنوا بره، استنوا بره يا ستي. لا اله الا الله، معلش يا جماعه استنونا بره كده. يا الف الحمد لله على السلامه. ده ايه النور ده؟ وايه الرزق ده؟ وايه ده؟ هو انت اسمك ايه يا عريس؟ وسيم. يا سلام، وانت يا عروس اسمك ايه؟ عمر. وسيم وقمر؟ هو انتوا هتبداوا حياتكم بكذب كده من اولها؟ انا مش مصدق نفسي، مش مصدق نفسي يا قمر ان احنا اخيرا اتقفل علينا باب وبقينا لوحدينا. ايه يا جدع انت؟ هو انا مش واقف قدامك؟ الله، ما تصبر شويه يا عم وسيم. اه صحيح، طب بقول لك ايه؟ ما تبقى جدع كده وتسيب لنا المحل شويه وتقفل علينا الباب. انت متاكد ان دي مراتك؟ ساعه واحده، ساعه واحده بس. ما تصبر انت ساعه، ساعه واحده بس، وبعد كده هيتقفل عليكم باب جهنم. كده؟ طب انا عايز بقى تطلع صورتي احسن من صوره احمد عز. وانا عايز اطلع احلى من منى زكي. انت احلى من منى زكي؟ انتوا كده مش عايزين مصور، ده انتوا عايزين ساحر. بس مفيش مشكله، ايدك على 100 جنيه وانا اخليك احسن من احمد عز. 100 جنيه؟ يعني انت جيت في جمل؟ خد اهو اهو 100 جنيه اهي. طب وانا؟ انت محتاجه قرض من البنك يدفع على 25 سنه عشان تطلعي في الصوره اصلا. يلا محرز الصوره الصوره. ازيك يا اسطوره؟ الحمد لله على السلامه. ايه ده؟ هو انت جاي المحل يوم الاثنين؟ اعصابي تعبانه يا جدع، بشوف حاجات محدش بيشوفها غيري، مثل العفاريت اللي متنكرين في هيئه عرايس دول. طبعا انت مش شايفهم. ها؟ اه انا مش شايفهم. هما فين دول؟ انا مش شايف حاجه خالص. انا اعصابي تعبانه يا جدع. معلش معلش. خلصنا بقى يا عم مونس. ايه ده؟ هم عارفين اسمك منين؟ ما هم عفاريت بقى، عفاريت. احنا مش عفاريت، احنا عرايس بجد. لما انتوا عرايس امال الموتى يبقوا ايه؟
وادي قسمه الجواز بتاعتنا اهي. قسمه الجواز؟ اه نشوف. وسيم وقمر يا كدابين يا ولاد الكدابين. ايه ده؟ ومزورين كمان في القسيمه؟ اول مره اشوف عفريت وعفريته بيزوروا في قسيمه الجواز. طبعا هتقول عليا مجنون. خدتها من على طرف لساني. انت بتقول ايه؟ بقول يتقطع لساني لو قلت حاجه زي كده. ولا احنا هنستلم الصور امتى يا مؤنس؟ في الاربعين ان شاء الله. ايه ده وانت بتسمعهم وبيسمعوك زي ولا ايه؟ لا انا بحسسهم اني بسمعهم وبكلمهم عشان يخافوا. اه بقول لك ايه؟ هي الفلوس دي بتاعت ايه؟ هي فين الفلوس دي؟ طالما مش شايفها تبقى بتاعت العفاريت. مش عارف ابدع مؤنس خالص في الشغل. اديني بس الفلوس العفاريت اللي انت خدتها مني وانت هتبدع وتبقى زي الفل. يا ابني ما انت مش هتشوفها يا ابني، هتصرفها ازاي؟ مش مهم اشوفها، المهم اصرفها. اديهم لي بس ومالكش دعوه. اقول لك حاجه عشان ما ازعلش. حاضر يا مؤنس. حاضر يا عم. مش دي الفلوس؟ اه شايفها؟ اه ها هي يا عم الفلوس اهي. اهي عشان ما تزعلش. اهي. ايه اللي انت عملته ده يا اسطوره؟ يلا يا مؤنس اهو. قطعت الفلوس ليه؟ اه قطعتها. يا ريتك كنت قطعتني وما قطعتش الفلوس. ولما انا قطعت هفش غل في مين؟ كده اهو. كده بقى عشان ربنا اداك تقوم تقطع الفلوس بتاعت ربنا النعمه اللي انت ورثتها. مش عرفك انت يا عم دي فلوس عفاريت. وجبتها منين؟ محرز عايش مع عفاريت يا عم صالح. لا اخص عليك يا محرز، اخص عليك. مش تجيبهم في القهوه هنا على الاقل نسترزق منهم. حاضر. بكره اجيبهم معايا. بقول لك ايه؟ اجي اعمل لنا واحد قهوه قوي. اهدى، انت لسه شارب اربعه قهوه، كل ده غلط على صحتك. يا نهار ابيض. يا عم انا لسه جايب ليش دقيقتين. شوف ما بحبش الحركه اللي انت بتعملها ديت عشان تبنبك في الحساب. بقول لك ايه؟ ما تستقبلش علينا. بقول لك ايه؟ احنا لسه جايين والله صدقني يا عم صالح. ما بصدقلكش اي كلام. حساب الاربعه قهوه والاثنين شاي يكونوا معايا دلوقتي. ما تزعقش يا عم صالح واجري هات شاي. انا زعق براحتي. الاربعه قهوه واثنين شاي يكونوا معايا دلوقتي. خد يا عم صالح حساب الاربعه قهوه واثنين شاي وخلي الباقي عشانك. ماشي يا عم ظريف. انت قلت لي الشاي بتاعك سكره ايه؟ الكمام طويله والياقات قصيره. بالنسبه للزراير؟ لا انا عامل دايت مش عايز زراير. وعندك زراير دايت للاستاذ. بص يا اسطوره انت تعبان شويه، لازم ترتاح لك اسبوع شهرين ثلاث سنين كده ولا حاجه. ايه ثلاث سنين؟ انت عايز تخلص مني ولا ايه؟ العفو يا اسطوره، انا بس عايز اعوض خساره المريره دي. صدق عندك حق. لا انا اخلص على العفاريت، العفاريت تخلص عليا. لا انا اخلص عليك. اتفضل يا دكتور عفريت شتاين. اتفضل اتفضل يا دكتور. اتفضل يا سيدي. ادي الفيلا اهي. اهلا وسهلا. اهلا. الله، يعني ما عرفتناش بالشربطات. ارجع ارجع دي اختي. طيب فين دلوقتي البني ادمين بقى عشان نبتدي نعاين؟ تعاين ايه؟ واحنا جايبينك تطرد البني ادمين ولا تشتري الفيلا؟ لا انا لازم الاول اعين البني ادمين عشان اعرف هاخد في كل راس كام. مع اني انا اللي جايبه بس اول ما شفته قلت عليه مقاول انفار. بتقول حاجه يا تودي؟ لا بقول لك اتفضل يا دكتور عشان اوريك فين البني ادمين عشان تعاين. حاضر. اتفضل. توتي انت متاكد ان الراجل ده هو اللي هيطرد البني ادمين؟ الله وكيل. يلا يا نحنوح. يلا يا حبيبي. يا يما انا الفرحه مش سعياني. اربعه وواحد في عين كل حاسد، وسبعه يخسوا اتنين وسته يخسوا واحد. انا عايزاكي تمشي وتتفشخري، ترفعي راسك وتتمنظري. بنتك عندها غساله اوتوماتيك. هو ده بقى الغساله الاوتوماتيك اللي تخليني اتفشخر واتقشقر؟ تعالى بروف، تعالى بروف. بص بقى هي الاشكال دي. وحشين قوي. يا عم انت جاي تظبط ولا جاي تشتغل؟ انا قصدي ان هما هيتعبونا في الشغل. طب بقول لك انا زي اخوك ما تخبيش عليا. وحياه ابوك انت طردت بني ادمين قبل كده؟ اللي قدامك ده طارد نص البني ادمين اللي في حياه العفاريت. طب والنص التاني؟ سمعوا عني، خافوا ومشوا لوحديهم. اه ده نخع جامد. ترى ايه يا بنت؟ ما تقوليش كده. حطي لسانك جوه بقك تتحسدي والغساله تنفجر في وشك تتقلب فرن. انت بتفولي عليا ياما ولا ايه؟ مش المقصود. الله. طب قولي لي بقى بتشتغل ازاي؟ بقول لك تدلقي كوز الميه وتحطي الصابونه في الدرج وتقفلي الباب كويس. وبعدين بقى هي بتلف 500 لفه وانت تلف وراها. طب ولما ادوخ واتمرمخ في الارض كده؟ كده يبقى الغسيل نضف بقى تاخديه وتنشريه. يا حلاوه. امال يو يا حلاوه يا بنت. اما ايه؟ اتوحلي قميص محرز. انهي فيهم يا بنت؟ المبقع. كلهم مبقعين ياما. اتوحي اي واحد. خد خد. اف مش في وشي. ايه ده؟ اوف يا كتير يا ساتر يا ربي.
بركتك نيلا يا محرز عليك وعلى هدومك وعلى سنتك السوداء. يا رب البقعة تلزق في وشك ما تطلعش. دم بقى قوي.